السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. شكون فيديو جديد عن سيفد الليسنس كاد كروس خطأ السبعة. فيديو اليوم راح احكيكم على تفاصيل وشغلات اللي نزلت بتحديث 7.7. ويلا خلينا نبدأ. اول شغله حنبلش نفوت على الايفنتس نشوف الشغلات اللي نزلت. طبعا هي لازم تلعبوها قبل ما يخلص وقتها، باقي لها اسبوع. الشغله الثانيه اللي هو الباور اب ايفنت والباور اب سبين، في شيء ثاني. وطبعا مارلين اوريدي حكينا عنها وسويت عليها فيديو، ان شاء الله تستفادوا منه. طبعا خلينا اول شيء نشوف الباور اب ايفنت، هذا اللي راح يخلص اوريدي بعد 3 ايام، بقى انتبهوا انه تكونوا مخلصينه. بنجي للاكسشينج. الاكسشينج اللي هو انه انت تستبدل كرود بهدايا. الهدايا طبعا مثل ما احنا شايفين هدايا كثيره، وفي منها كثير قوي مثل الكؤوس، مثل الاجنحه اللي هو ماتيريال الشيطان، الاس ار بيدنس، الاس اس ار بيدنس، وطبعا في الشغلات الثانيه اللي يعني كل شيء بتحتاجه لتطوير الشخصيات، من جير لماتيريال للنجوم للليفل لكل شيء. وطبعا مصاري وتيكت، واخر شيء موجود اللي هو اللبس اللي حكينا، او مو اللبس، الديكور اللي حكينا عنه، اللي هن هدول الديكورات. طبعا انا بالعاده بشتريهم بس مشان لكم شو بيساووا، بس اوريدي انا شرحتها فيديو الابديت، بقى اللي ما شافه يروح يشوفه هنيك حكيت عنها. بقى هلا بنحكي عن شغلات تانية. طبعا الاكسشينج من وين، طبعا في شغله كتير حلوه اللي هي بنفوت على التشيك ان. وين التشيك ان؟ بنروح لعند اليزابيث، بنشوف انه في كل يوم راح ناخذ لمده 5 ايام تيكتات زائد جواهر زائد ديكور. يعني ممكن اعتقد نص ديكور هنيك نص ديكور هون، ما بعرف صراحه، هلا اعتقد نص هون ونص هون. طبعا هون بتاخذ 5، وفي شغله جديده جابوها اللي هي اليوم اعطيتوني جيمات، شكرا. الايفنت هون طبعا اول ايفنت بيعطيك انهانس ماتيريال اللي بترفع ليفلك فيها. طبعا المهمه الاخيره بتلعب 10 مرات. بنجي لهون، هون اول شيء بتاخذ ار واس ار واس اس ار. خلينا نشوف اذا في شيء صعب هون. كلير مونستر، كلير كلير. هلا هي بدك تستخدم التيميتين قبل ما تخلص المرحله. هاي كلير وذ تيم اس اس ار هيروز اور اباف، يعني بس لازم يكون عندك اس اس ار وفوق. وهي clear in under 10 allies turn، يعني لازم تخلصها قبل 10 دقو، وبعدين لا تموت، ولازم يكون السي سي تبعك فوق 50,000. هي المهمات كلها. طبعا الهدايا اللي بتعطينا اياها وينها، ايوه، واحدة تنتين ثلاثة، يعني هون فيك تاخذ كمان 3 تيكتات. طبعا هي التيكتات شو هاد، هي الهدايا الثانية غير التيكتات. اكل، بتاخذ اكل كمان، حلو. وبتاخذ كمان هي الباور اب اكسشينج تيكت، هدول اللي حيكونوا ضدك. طبعا باور اب اكسشينج تيكت موف، هدول هنين اللي حكينا عنهم. بس وين الاسلحه ليكون بالسيكريد موجودين هدول؟ لا، المفروض الويبن، صحيح. هدول كمان خلينا نحكي عنهم. مثل ما انتم شايفين اللبس هذا حقه 23 دولار. بصراحة لا حدا يشتري، لكم ليش؟ لأنه 23 كثير غالي عليه. ليش؟ لأنه أنت راح تاخذ قطعتين بس. قد ما كانوا قطعتين بيعطوا شغلات حلوة، بس بضلوا قطعتين. يعني أنت نفسه كان هذا أعتقد 30 أو 23 دولار أو يمكن 30 دولار الثلاث قطع، يعني أنت عم تخسر قطعة كاملة اللي هي الويبن، الويبن اللي بيعطيك أتاك. مثل ما انتم شايفين مثلا إذا كنتوا تشتروا هي تبع جيريكو، او سوري تبع جيلا. هلا وين ال انا هي عندي اياها، حلو ممتاز. وينهم؟ وين الاسلحه الجديده؟ شو ما نزلهم لسه؟ لا ليكا، ايوه شايفين، بتفوتوا لهون. بس انا بدي اشتري هاي الكراب، بفوت لهون بشتريها بتيكت، واذا خلصت التيكت بصير بيلي انه فيني اشتريها بجمات. اعتقد هيك التريك.
او يمكن بس يخلصوا من التيكت ويصيروا بجمعه. طبعا انتو يعني التوتال فيك تشتري 8، بشوف الثمانيه اللي بدك اياهم. هلا لان كلهم يو ار يعني انت راح تستفاد، راح تستفاد، بس طبعا شوف الشخصيات اللي انت بتستخدمها اكثر شيء واشتري لهم لهم. يعني انا بصراحه ممكن اشتري ل كينج اعتقد، مود يعني كينج، هاي بوسيدون. يعني انا بحب بوسيدون بصراحه كتير. اسمه بوسيدون ولا شو اسمه؟ رولر اوف ذا سي، نفس تبع بوسيدون بس مشكله شكله ولادي بقى، ممكن ما اشتريها بس مشان هيك. بقى هي هي بقى من هون بتشوفوا الشغلات اللي تشتروها بتشتروها، بس انتبهوا انه 8 بس معاكم، الباقي راح يصير لازم تشتروهم جواهر. طبعا انتم شايفين انا ما معي جواهر لحتى اشتري شيء، ما راح اشتري غير 8 ووقف، ما راح اشتري شيء ثاني. في شيء ثاني ما حكينا عنه طبعا، ال ايه التيكتس اللي بتاخدوها من هون، فيكم كمان تاخدوا هدول التيكتس من وين؟ ثواني. طبعا ايه في شغله كتير مهمه، اول شيء كوين شوب جوثر موجود، اشتروه بصراحه يعني هو نصيحه. انا اشتريته هلا صار 3 من اصل 6، وهون لا تشتروا هدول التيكت ابدا ابدا لاخر يوم. اذا احتجتوا اشتروا، اذا لا ما احتجتوا لا تشتروا. نفس الشيء من هون، من هون ما فيك تشتريها بالاساس. انا بصراحه كل مره بشتري الار صرت هلا لان عشان العب الريفرس ستيج. طبعا الريفرس ستيج راح اعمل ان شاء الله فيديو عليها، بس لجمع شويه شخصيات لاقدر العبها بصراحه، عشان هيك ماجلها شوي. بقى بعتقد هيك هي. بس في شيء تاني ما حكينا عنه، طبعا البانر اوريدي حكينا عنه وشفتوا للاسف ما طلعنا اللي بدنا اياه. هون هدول حكينا عنهم. طب هدول هي الباور اب دروب، الباور اب سبين. طيب شو هي؟ قال هي اللي حتخلص بعد 3 ايام صح. هون الاكسشينج شوب، هون لان طبعا اللبس تبع اسكانور، ايه اللبس تبع اسكانور رائع، شايفين ما احلى. وشايفين هذا 23 دولار، يعني ثلاث شغلات 23 دولار، اما هديك شغلتين 23 دولار. يعني بصراحه مو منطقي، ما بعرف شلون هيك حاسبينها. طبعا السلاح حلو ولا مو حلو؟ كريتيكال شانس وكريتيكال ديفنس، كريتيكال دامج حلو، كريت ديفنس حلو، لايف ستيل واحد قليل كتير. مارلين، مارلين لا تشتروا، لا احذروا. ليش؟ لانه شوف مثلا مارلين اللي عندي، مارلين اللي عندي ولسه ما اخذت الجديدها، شوف كله يو ار، 5 يو ار ولسه بدي اخذ كمان اليو ار اللي حاخذه من السوبر بوس. الاسلحه ممكن احتاج واحد او احتاج اكثر بصراحه يو ار، وهيد بحتاج واحد، يعني حاستفاد. اذا اشتريت لبس زياده حرام، انا عندي اوريدي يعني اللبس كل شيء 5 الا هي، وهلا راح يصيروا 5، يعني لا تشتروا شيء زياده. هذا اللي عم اقوله. ليش؟ لانه مارلين بالاساس انت 3 بتاخذهم مجانا، فيك تشتري 2، وهلا لا حتى اصلا هي اعطونا اياها مجانا، يعني انت بتاخذ 4 يو ار مجانا، ومع اليو ار اللي راح يعطوك اياه بالسوبر بوس اذا خلصته هي 5 يو ار، ما في داعي اصلا بالاساس تشتري اي شيء ثاني. بقى هي نصيحه دائما خذوها بقاعده لما تكون تشتروا لبس، انه تشوفوا هل انا ممكن استفاد من اللبس ولا راح يصير عندي زياده بعدين. انا هيك بحسبها بصراحه، خاصه اذا الناس اللي ما بتدفع كثير على اللعبه والناس اللي ما بتدفع ابدا على اللعبه. بس اذا واحد بيدفع يشتري اللي بده اياه واللي بيعجبه. بس انا بالنسبه لي بصراحه ما راح اشتري. انا ان شاء الله لما يطلع لي اسكانور الاحمر، اسكانور الاحمر راح لبسه لاسكانور الاحمر، واسكانور الاخضر راح اقيم هذا اللبس ولبسون اللبس هاد. وينه هاد؟ انا هذا كثير اللبس. وينه هاد؟ هو وينه اللبس؟ ليكون مو موجود هون، ليش هيك عاملينه؟ هذا الاس اس ار درو هيرو ايفولف هيرو، هذا هو، هذا هو، هذا هو كان شكله اللي انا بدي اياه. ايه لما يوقف ضد استروسا، هذا هو لما يوقف ضد استروسا، هذا اللبس انا كثير بحبه. بهذا راح لبسه اياه مع السيف، شوفوا مع السيف اللي بايده او الحربه وهي اللي ورا، بجنن شكله. بقى انا هذا اللي راح لبس اللي امشي عليه. بس مشان ما احكي اكثر، ان شاء الله هيك بنكون حكينا كل شيء بالنسبه للابديت. الابديت يعني طبعا حلو، وفي شغلات كثير هدايا كثير مجانية، وبدك شوية تلعب. طبعا أهم شيء تلعبوا كل يوم بحدود ال 25 مرة، إنه عشان تاخذوا التيكت كله، لأنه أعتقد 25 واحدة فيك تاخذ أو يمكن 15 حسب.
وبس. وهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم، أرجو أن تكونوا استمتعتوا فيه، وإذا استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا معنا بالقناة مشان يصلكم كل جديد، وبنشوفكم على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.